مشاهدي الكرام واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حماة الوطن من هنا من المنطقة العسكرية السابعة ونحن هنا بمناسبة اعياد الوحدة اليمنية الذكرى الثامنة والعشرين للوحدة اليمنية المباركة الثامنة والعشرين من مايو وها هو العلم الجمهوري يرفرف عاليا. خفاقا فوق رؤوس الجميع هذا علمنا الذي نقاتل من اجله ونناضل في هذه المنطقه من اجل رفعه وسمو هذا العلم الشامخ الكبير مشاهدينا في هذه الحلقه مع ابطال المنطقه العسكريه السابعه تابعونا مشاهدينا هنا معنا في هذه النقطة ضابط النقطة الملازم عبد الرحمن البناء حياك الله يا عم عبد الله خبرنا عن ماذا رسالتك اللي تحب ان توجهها لافراد الجيش الوطني بمناسبة العيد الثاني والعشرين من, من مايو اوجه لهم ان يتوجهوا جمعة واحدة يد واحدة ضد العدو المجوسي الايراني حتى نصفي البلاد من اوكارهم باي مكان من الارض الارض اليمنيه الطاهره بعد تحب تهنى القياده السياسيه وتحب تحب تهنى الجيش على انتصاراته؟ احب, أحب ان اهني الجيش والقياده السياسيه الممثله الزعيم عبد الرب منصور هادي والنائب عبد علي مسن الاحمر ونحييكم على وصولكم لهذه المنطقه ونرحب بكم اجمل ترحيب وننصح زملائنا ان يذوبوا ويقوموا ضد هذه الشرذمه المريضه الخبيثه ونصفيهم من اليمن كامل ان شاء الله باذن الله شكرا 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 لك وشكرا لكل الافراد النقطه من هنا مشاهدي الكرام ننطلق معكم إلى المنطقة العسكرية السابعة ومع أبطالها الذي سنعيش معهم في هذه الحلقة احوالهم في رمضان الصبر والثبات والجلد الذي ستشاهدونه مع ابطال الجيش الوطني في جبهه نهم هذه الجبهه الشامخه التي لقنت العدو دروسا شديده في القتال واستنزفت العدو حتى انهته واكلت كل قياداته العسكريه من الصف الاول والثاني ومن ثم اكلت كتائب الموت او ما سمى كتائب الموت هذه الجبهه العصيه على أه على على ابناء المجوس هي هي تلقنهم درسا سنكون اليوم وسنكون الليله مع ابطالها ابطال الجيش الوطني تابعونا يلا. إلى الجبهة شدينا عزاينا ولا عود وبان ارجع اراضينا سواده النصر والشهاده توكلنا على الرحمن ننطي والحدث المقصود لقحبة لا ما نخشى حشاده الخصم الردادي

بينا عزايمنا ولا بنعود وبادى اراضينا سباده النصر والشهادة توكلنا على الرحمن من الطيب والحلف مرصود كقحبة حين نخشى حشاده الخصم وداده السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام من هنا في هذه الفقرة ومن أعلى جبال نهم وهذا الجو الرمضاني الجميل ونحن نعيش انتصارات الجيش الوطني وبمناسبة أعياد الثورة أو الوحدة الوطنية العيد الثامن والعشرين للوحدة الوطنية 22 من مايو وكذلك شهر مبارك الكريم ونحن نعيش مع ابطال الجيش الوطني في هذه الجبهه هنا حيث الصمود الاسطوري حيث البطوله والفداء حيث التضحيه هنا حيث الرجال جبال فوق الجبال، معي هنا العميد محمد باقي نائب عمليات المنطقه العسكريه السابعه والذي نستضيفه في هذه الفقره كأحد القاده الميدانيين لجبهتنا مرحبا بك عميد محمد و الذكرى الثانية والعشرين الثامن والعشرين للوحدة الوطنية 22 مايو تمر ومع مرور شهر رمضان المبارك كيف ما كيف يعني ماذا تعني لكم الوحدة الوطنية وماذا يعني لكم عيد 22 مايو حياكم الله اهلا وسهلا بكم وفي البداية نشكركم على تجشم هذه المصاعب وعلى زيارتكم هذه الطيبة ونهنئكم بالشهر الكريم وبأعياد الجمهورية اليمنية وبعيد الوحدة عيد 22 مايو آه فأهلا وسهلا بكم ونهنئ أيضا القيادة السياسية آه المشير فامت الرئيس عبد منصور هادي ونائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر ورئيس دولة الوزراء أحمد عبيد بن دغر فأهلا وسهلا بكم يعني لنا الوحدة اليمنية يعني الشيء الكثير تعني النصر تعني القوه تعني كل ما تمتلك المعاني اللغه العربيه من من مفردات من مفردات وألفاظ تعني الشيء الكثير أه وانتم تعيشون اجواء رمضان مع ابطال الجيش الوطني في الصفوف الاولى أه الانتصارات تأتي في كل المحاور في كل جبهات الشرف والبطولة هناك انتصارات عظيمة للجيش الوطني كيف يمر رمضان عليكم وأنتم في الجبهة وأنتم في هذا الرباط العظيم شهر رمضان هو شهر الانتصارات شهر المعارك أو عظم المعارك الفاصلة بين الحق والباطل هي كانت في رمضان ورمضان شهر آه الانتصارات شهر آه انتصار الحق انتصار الكرامة انتصار العزة انتصار آه ان شاء الله في جبهتنا هذه وفي كل الجبهات ستسمعون الأشياء الكثيرة بإذن الله سبحانه وتعالى كيف معنويات الأفراد هنا في الجبهة؟ معنويات عالية 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 علو هذه الجبال الله أكبر شامخة في السماء الله أكبر. شامخة في السماء الله أكبر <applause> لا يناطحها شيء ولن يقف امامها شيء وان شاء الله في سنكون في القريب العاجل ان شاء الله نلقاكم ان شاء الله على مشارف صنعاء على مشارف في السبعين العاصمه في 70 باذن الله 70 ان شاء الله 70 باذن الله ان شاء الله كما وعدتنا المره الاولى ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ابشروا ان شاء الله باذن الله آه اذا مشاهدينا آه هذه هي المعنويات العالية وهنا آه الصمود الاسطوري لابطال الجيش. آه طبعا آه القادة الميدانيين قادت هنا طبعا آه مع افرادهم في مقدمة الصفوف لا يتوارون في الكهوف ولا في البدرومات وانما في مقدمة الصفوف. آه نتابع تفاصيل هذه الحلقة مع آه ابطال الجيش الوطني في هذه الجبهة. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام وأهلا ومرحبا بكم في فقرة جديدة من برنامج حماة الوطن اليوم كاميرا حماية الوطن وبرنامج حماة الوطن مع أبطال قواتنا المسلحة في جبهة نهم هنا في في ميسرة الجبهة في مع قطاع الميسرة حيث أبطال الجيش الوطني يلقنون العدو دروسا لن ينساها في هذه الأجواء الرمضانية المهيبة هنا جو العاصمة صنعاء نحن نعيش ونشم ونشتم ونرى العاصمة صنعاء بأم عيوننا ونشتاق إليها شوق الأم إلى ولدها نحن آه هنا على مقربة من صنعاء وكلما رأينا صنعاء أم اعيننا كلما زاد شوقنا وزاد حنيننا للوصول إليها هنا ننتظر فقط أن نهب هبة رجل واحد لنقضي على هذه الميليشيات الإجرامية الإرهابية الإيرانية الفارسية التي عاثت في الأرض فسادا والتي دمرت اليمن والتي أوردته إلى مورد مهول لا يمكن أن يخرج منه إلا بالقضاء على هذه الميليشيات نحن هنا في رفقة أبطال الجيش الوطني مع قيادة محور أو قطاع الميسرة معي هنا العميد الركن خالد أشبيني قائد قطاع الميسرة وقائد اللواء 133 مشاه هذا اللواء البطل اللواء العملاق وهذه الجبهة العملاقة التي ضحت بالكثير والتي قدمت الكثير والتي ناضت الكثير من أجل أن تحرر كل هذه التباب وكل هذه الشعاب والأودية كما ترون في الصورة الصورة خير شاهد نحن في أعلى قمم جبال نهم هذه الجبال المرتفعة جدا والشاهقة والتي ترتفع عن مستوى سطح البحر بأكثر من 3400 قدم او متر على مستوى سطح البحر هذه الارتفاعات المهوله صعدها ابطال ابطال الجيش الوطني ابطالكم رجال الرجال هنا حيث الرجال الجبال فوق الجبال هنا الجبال فوق الجبال هنا الابطال هنا من الدروس والتضحيه هنا العبره هنا الرجاله هنا مصنع الرجال في هذه الجبهه نرحب بضيفي الكبير العميد خالد السميني قائد القطاع وقائد ال 130 المشاه في هذه الفقره من حماه الوطن والذي اصرينا الا ان نكون ضيوفا على هذه الجبهه نستطلع على الجيش ونستطلع انتصارات الجيش الوطني ونتابع ايضا بعمق كبير جدا الانتصارات التي حققها الجيش والبطولات التي ضحى بها ابطال الجيش الوطني في هذه الجبهه مرحبا بك عميد خالد وشهر كريم وايضا عيد الوحده 22 مايو الذي اطل علينا واحنا والجيش الوطني بانتصار من انتصار الى انتصار ومن تضحيه الى تضحيه ونحن وانت تتوشح علم الجمهوري الذي نقاتل من اجله هذا العلم ماذا يعني لك ولابطال قواتك هنا في هذه الجبهه عيد 22 مايو بسم الله الرحمن الرحيم اولا نرحب بكم في زيارتكم لمواقعنا مواقعنا ومواقع ابطال الجيش الوطني في هذه المناطق الشاهقه ويمثلنا العلم الوطني العلم الوطني هو رمز الجمهوريه اليمنيه وهو رمز الكرامه وهو علم الجمهوريه التي نقاتل من اجلها والتي ندافع عنها ضد الانقلابيين الملكيين المتخلفين وسنعيد الجمهوريه وسنعيد بريقها بعز عزيز او بذل ذليل. آه باذن الله آه الابطال الان في هذه الجبهه الصامدون في آه شهر رمضان الكريم وفي هذه الاجواء الروحانيه آه انتصارات وبطولات وتضحيه وفداء وصيام ايضا. آه مع افراح عياء شعبنا باعياد الوحده الوطنيه 22 مايو العيد الثامن والعشرين. ماذا يعني آه الوحده في قلوب ابطال الجيش الوطني؟ تعني الوحدة في قلوب أبطال الجيش الوطني هي انتماء وهي مصير الأمة وتوحدها وسيدافع عنها بكل ما أوتوا من قوة إنهم هنا في هذا المكان صعدوا إلى هذا المكان إلى هذه الجبال الشاهقة إنهم أبطال القوات المسلحة من جاءوا إلى هنا إنهم عمالقة وأبطال ويعني هم الوحده كل شيء الوحده هي تجمع الامه توحد الامه كرامه الامه يعني ما اتى الابطال الا هنا الا من اجل الحفاظ على الوحده صحيح بلا شك جاؤوا الى هنا من اجل الدفاع عن الجمهوريه وعن الوحده وعن الوطن وضد اي مخرب او يريد العبث بلادهم او جمهوريتهم او ينال من الوحده والوحدة هي متأصلة في قلوبهم الانتصارات الكبيرة التي حققتها, قوات الجيش الوطني في هذه الجبهة في الفترة الأخيرة ربما يظن الكثير أن جبهة نهم هادئة ولكن من يعيشون من داخل الجبهة لهم رأي آخر ولهم حكاية أخرى إن الانتصارات التي حققها الجيش الوطني الذي لا يعرف يأتي إلى هنا وسيشاهد بأم عينيه أما الذي جالس في الفنادق أو يكتب في الصحافة أنا أعتقد لو جاؤوا إلى هنا لا تغير لا يتغير لا يتغير نظرتهم ومفهومهم إن من طلع إلى هذه الجبال أبطال بلا شك أبطال يعني بامتياز جبال في الجبال فوق الجبال جبال فوق الجبال و بإمكانياتهم البسيطة طلعوا إلى هذا المكان لا يستطيع أي جيش في العالم أن يطلع على هذا المكان إلا هؤلاء الأبطال طلعوا إلى هذا الجبال ومسافات يعني عشرات الكيلومترات والمعركة قائمة ونحن نواجه ثلاثة أعداء العدو الإنقلابي الحوثي والطقس والتضاريس الوعرة التضاريس هنا لمن لا يعرف جبهتنا تضاريسها الشهقة المتمثلة في الجبال والوديان وشعابها الممتدة عندما نقول جبل المنارة فلا يعني ذلك أنه جبل تبا واحدة وإنما نعني أنه 12 كيلو متر مسافة سلسلة جبلية متكاملة عندما نقول جبل يام فإنها لا نعني جبل أنها تبة واحدة وإنما هي سلسلة 25 كيلو متر مربع سلسلة جبلية شاهقة متعددة التضاريس الإنحناءات والجروف والأودية والشهاق وأيضا السوائل هنا في هذه الجبهة جبهة الميسرة تضاريس صعبة جدا وتضاريس على لكن بحمد الله عز وجل نحن الآن فوق الجبال وهم تحتها والنصر ان شاء الله حلفنا أه فندم عن احوال المعركه وسير المعارك في هذه الجبهه آه سير المعركه في هذه الايام في هذه الايام نحن نهاجم وهم يدافعون نحن على هجوم مستمر يعني نحن على هجوم مستمر عليهم على مواقعهم وهم يدافعون وقد حشدوا في الفتره الاخيره يعني الفتره الطويله وحاولوا ان يهجموا ولكننا باغتناهم وقمنا بهجوم مضاد وهم الآن يهاجموا إنهم في أضعف هم, هم الآن يدافعوا وهم في حالة ضعف ونحن نقوم بالهجوم و... إلى مواقعهم الآن نحن في أعلى الجبال وهم في الوديان يعني تجاوزنا مرحلة الجبال الصعبة والمرحلة التي كانت تعتبر عائق كبير جدا أمام الجيش الوطني في هذا الجبهة الآن يعني هل نستطيع ان نقول ان المرحله السهله هي الان اللي بدات؟ اكيد ان المرحله الصعبه انتهت والان نحن في اعلى الجبال وهم اسفل ونطاردهم من وادي الى وادي واصبحوا في حاله ضعف فقط يقوموا بزراعه الالغام نحن لم نزرع لغم واحد لاننا لا نريد ان نلغم المنطقه وياتي المواطنين الابرياء من رعاة اهل المنطقه من رعاة الاغنام والناس الابرياء وتتفجر بهم، نحن نعاني من الالغام التي يتركوها حتى يعني نزيلها من اجل لا تصيب المواطنين، لان لان, لأن لاننا جئنا الى هذا المكان من اجل خدمه المواطن وليس من اجل تدمير المواطن. فهم يزرعوا المناطق وينسحبوا هم يزرعون الموت يزرعوا الموت يعني لانهم لان شعارهم لان شعارهم الموت فهم جماعه الموت جماعه الارهاب ونحن اصحاب مشروع اصحاب مشروع بناء وتنميه ولهذا نقوم بازاله الالغام حتى لا يصاب بها اخواننا المواطنين ونقول للمواطنين ورعاة الاغنام ابتعدوا عن المكان حتى لا تصابوا من هذه العصابة الإجرامية ونحن سنزيلها بإذن الله وندمرها لأن احنا لا نؤمن بألغام أو قوتنا في بنادقنا قوتنا في رجالنا وبنادقنا ضد من يعتدي علينا وسنلاحقهم إلى كل شبر بإذن الله الألغام سلاح الخائفين الألغام سلاح الجبناء لأنها لا تصيب إلا الأبرياء صحيح. آه طيب فندم احنا آه في جزئيه آه يعني آه مهمه جدا الكثير يتساءل لماذا تشعبتم في هذا الجبال؟ ولماذا لم تدخلوا الخط الدغري نحن نحن لا ناتي من الاماكن التي فيها سكان حتى لا يصابوا اخواننا المواطنين ونتجنبهم آه من اجل لا يصابوا ونحاول أن نطارد الإجراميين في المناطق التي لا يوجد فيها سكان وسنلاحقهم في كل مكان أما يعني الدخول صنعاء إن شاء الله سندخل صنعاء وسنقضي عليهم أيوة وننزعهم نزع حتى لا يصابوا المواطنين نحن لا نريد ان ندخل المناطق الماهوله حتى لا يصابوا السكان حفاظا على, المواطنين. حفاظاً على اخواننا المواطنين لان احنا جينا ندافع عنهم ولا ولا نعتدي عليهم, نحتدي عليهم. يعني نحافظ على الكليه الخمس النفس والمال والعرض والدين. والدين والوطن والوطن, والوطن. هنا آه هذه هي مقومات الجيش الوطني وهذا هو ايضا يعني سلوكيات الجيش الوطني واخلاقيات الجيش الوطني نحن نحافظ على الانسان نحن نبعث الحياه نحن ما جئنا نقاتل في هذه الجبال ونتحمل العناء وتعب وشقاء هذه المشقة ونتحمل الصعاب إلا من أجل راحة المواطن أجل الحفاظ على أمني واستقراري وحياتي وماله هنا الحياة الكريمة هنا الجيش الوطني هنا من أجل اليمن آمن مستقر خالي من الميليشيات الإنقلابية الإرهابية الإيرانية الفارسية التي وسخت ودنست ارضنا الحبيبه. ان شاء الله هم الى زوال وباذن الله بسواعد هؤلاء الابطال الجيش الوطني ثم من خشوم البنادق سيكون ان شاء الله زوالهم من اليمن قريبا. فندم في نهايه هذا اللقاء القصير رسالتك او من تحب ان تهدي بمناسبه العيد 22 مايو. يعني نهدي سلامنا وتحياتنا وشكرنا لقيادتنا السياسيه المتمثله في يعني رئيس الجمهوريه عبد الرب منصور هادي ونائبه ورئيس الوزراء وكل اعضاء الحكومه وكذلك نهدي تحياتنا وشكرنا لقوه التحالف العربي بقياده المملكه العربيه السعوديه وكل من شارك معنا في دحر هؤلاء الانقلابيين وكذلك لا ننسى ان نهدي تحياتنا الى قيادتنا العسكريه في رئاسه الاركان والمنطقه العسكريه السابعه وكذلك إلى كل جندي في قواتنا المسلحة وإلى كل مقاوم وبالأخص إلى أفراد اللواء 133 الأبطال الذي وصلوا إلى هذا المكان آه. آه وايضا هنا نهنئ ونبارك لابطال جيشنا الوطني ابطالنا احرارنا القوات المسلحه وامن البواسل المتواجدين في كل آه شبر على ارض وطننا الحبيب المدافعين المدافعون عن الحريه والديمقراطيه المقاتلون من اجل امن واستقرار هذا الوطن المدافعون عن الحريه عن الكرامه عن الشجاعه عن الشرعيه الدستوريه المدافعون عن الدين والعرض والوطن هذه أسماء آيات التهاني أن نزفها إليهم بأعياد الوحدة المجيدة الذكرى الثامنة والعشرين لثورة الثاني والعشرين من مايو 1990 وهنا أيضا نزف تحيانا الغالية إلى كل قيادتنا السياسية وإلى أبطال جيشنا المرابطين في هذه المتارس وفي هذه الجبال الشاهقة طبعا هذه الجبال لا يصعدها إلا من هو أعسر منها لا يمكن إنسان يطلعها عادي لا يصعدها الا اصحاب الهمم العاليه واصحاب ايضا الشجاعه النادره هم الرجال هم جبال فوق الجبال ولذلك سميناهم جبال فوق الجبال شكرا لكم وننتقل مع فقرات برنامجنا باذن الله مع بقيه فقرات حلقاتنا من هذا الجبهه بالروح بالدم نفديك يا بن نفديك يا يبن بالروح بالدم نفديك يا, يبن بالروح بالدم نفديك يا يبن من من الـ من الـ الشواهد في الاسرى الشواهد في الاسرى انه عندما يصلى عندنا وكان ويظن ان احنا عن يعني ميقن ان احنا عن يذبحه. وفي الاخير عندما يصلى عندنا ونعامل معامله طيبه يتغير 360 درجه ونقول له ما كان تتوقع يقول كان يقولوا لنا انتم ولكن هذا التعبئه الخاطئه اقسم التعبئ بالله العظيم ان احنا كنا نعاملهم معامله يعني ما كان طيب. ما كان يتوقعوها ما كان يتوقعوها فحتى سالناهم قلنا لهم ما بيقولوا لكم قال بيقولوا لنا ان انتم عاد تدخلوا صنعاء وتخربوها وتذبحوا الناس وكذا من هذا التعبئه وعندما شاهد قلنا له ما رايك انت تدخل صنعاء قال عاد تدخلوا صنعاء وهو من المنطقه المجاوره لهذا المكان من بني حشيش قال عاد تدخلوا صنعاء لان انتم اقوى منهم هذا كلامه يعني أقوى بالمبادئ بلا شك بلا شك لانه كان يعبهم ان عندنا أمريكيين وجنجاويد ومن هذه الأشياء ولكن في الأخير عندما يجد ما يجد إلا أصحاب الم صاحب بني شيء صاحب, بني حشي صاحب, بني حشي صاحب نهم صاحب أرحاب صاحب يعني من المناطق المجاورة يعني هم هنا في هذا المكان من أجل أن يعودوا إلى بلادهم بيوتهم, بيوتهم هذه يعني تعتبر كيف يكون شعورهم يا فندم بعد ما يسمع منكم الحديث ويشوف يعني الأفراد والتعامل هل بتغير نظرته على الحوثي؟ بلا شك بلا شك بلا شك, بلا شك قلنا له ارجع قال لو رجعت لا قالوا انا داعشي اقسم بالله العظيم من هذا الكلام من لسان الاسير قلنا لو الان ندي لك بدله عسكري وندي لك مصاريف وندك لا عندهم قال لا يقتلوني هذا كلام من وانا محاسب امام الله على هذا الكلام هكذا هكذا قال الاسير لو رديتوني لعندهم لقتلوني وقالوا انا داعشي هذا كلام من الاسير يعني البليشيات الاجراميه هذه ليس لها احد ولا ذمه والناس الناس عندها زنابيل كرت انتهي محروق خلاص يعني الى انتهى ما عاد لها اي قيمه نحن ننصح من يقاتل ننصح من يقاتل معهم ان لا يستمر معهم لانهم بيدوه الى المهالك السلام عليكم كيف حالكم يا شباب هذا العم هذا الفتاس الاحسه آه ما شاء الله وهذا هذا ايش اللحم طبعا هذا اللحم اللحم الرز ما شاء الله تعالوا فته والله ايش هذا والله ولا ايش سلته لانه الفحشه فحشه الفحشه فحشه طبعا هذا جو رمضان مشاهدينا كما شاهدوا طبعا ابطال الجيش الوطني يعني هذه الوجبه آه هؤلاء في المؤخره يعني في المدارس ولا طبعا وهذا يعني الطباخ ان يعني شاء الله طبعا كل يوم يتداول عليها شباب احدنا آه هذه وجبه العشاء آه لابطال الجيش يعدوها لانفسهم يعني ما شاء الله آه الوجبات الاكل كلها موجوده البهارات الفلافل الحركة. يعني رمضان مع جو رمضان الجميل والانتصارات الكبيره وابطال الجيش المرابطين هنا يمارسون حياتهم يمارسون طقوسهم الجميله رغم انها الحرب ورغم المعارك الشرسه التي تدار هنا وتخوضها الابطال الا انها لا تمنعهم من ان يؤدوا حياتهم الطبيعيه هذه الحياه الطبيعيه هؤلاء ابطال الجيش الوطني هؤلاء طبعا ابطال 133 في هذه الجبهه هنا العدو ضاق دروس في الموت لم يعرفها ابدا طبعا شعارها الموت وتلقنا دروس في الموت لن ينساها طوال حياته هنا الابطال سطروا ملاحم بطوليه وما جندلوا ميليشيات الانقلابيين والارهابيين وكتائب الموت هنا تجندلت على هذه الشعاب والاوديه شباب شهر مبارك كل عام بخير وبمناسبة عيد الوحدة نهديكم التحية تحية القيادة السياسية والعسكرية لكم كلكم أنتم يا الأبطال في المدارس هذه والمواقع هذه شكرا لكم هنا كما تشاهدون في الصوره سد العقران وهنا مركز مديريتنا وهناك نقيل ابن غيلان طبعا هذه في هذا الجبل جبل السفينه هنا حواسم وهنا العقران وبني غالب والقضاه وهذه المناطق المديد الان ليس بعدها الا نقيل ابن غيلان ونحن الان على مسافه كيلو اقل من كيلو نصف من بيتي. نحن على مسافه كيلو ونصف من بيوتنا وان شاء الله سنصلها قريبا طبعا المناطق هذه كلها محرره بيد ابطال الجيش الوطني كتيبه شدادي هنا المرابطه في هذه المواقع وابطال الوا 133 وكذلك الكتيبه الخاصه وكل المرابطين في هذه الجبهه القتب طبعا هذا قمه جبل القتب كما تشاهدون كل هذه المواقع بيد ابطال الجيش الوطني والتقدم ما زال مستمر العمليات جاريه العدو في انهيار كام جدا جدا وعملياتنا العسكريه مستمره للوصول ان شاء الله الى صنعاء ومع ابطال الجيش الوطني طبعا هذه كتائب كلها كتائبنا معي هنا طبعا قائدة كتيبة اهلا وسهلا في ميادين الشرف البطولة في بلادنا نقول مشايخنا وعقالنا لن تطول فرحتكم ولن يطول غيابنا الله اكبر الله اكبر امام عيوننا بيوتنا من تحشدوا الاطفال وتقفزوا الدورات وتضحوا بهم بين الالغام وبين الرصاص حق الجيش الوطني فوق ذمتكم والله ولن تفلتون المحاسبه ونوعدكم ان شاء الله في الايام القريبه القادمه بمفاجات لم تحصل ولم تتوقعوها ونوعدكم بمواقف تاريخيه لم نسجلها التاريخ ولا نسجلها بعدنا والايام القريبه القادمه كفيله بتنفيذ كلامنا هذا ونرحب به من جديد اهلا وسهلا طبعا المقدم عبد المحسن معصار من ابناء طبعا مشايخ او من ابناء مديريه نهم طبعا بني معصار <معسن> <m أيضًا> قدام <مكشن> عينه <معسن> وبيته قدام عينه تمام مرمى بندق أه؟ على يعني مسافه بندق واحنا ان شاء الله قريب. آه طبعا هذه كتيبه كتيبه نهم تمام آه كتيبه الشدادي كلها من ابناء نهم الابيه ومن آه ايضا من مختلف قبائل نهم لا لا وفي باقي معنا من قبائل و... وقبائل اليمن ويعني و... ان شاء الله هذه الجبهه كلها الجبهه كلها الجبهه كلها من كل ابناء اليمن. طبعا احنا في عيد الوحده. العيد الثامن والعشرين الوحدة الوطنية الله أكبر والعشرين مايو جينا إلى هنا تمام آه نبارك ونهنئ الأبطال آه الجيش الوطني المرابطين في الصف الأول وبناسبة الانتصارات وشهر رمضان المبارك اتينا الى هنا بتكليف من قياده القياده السياسيه وقياده دائره التوجيه المعنوي وصلنا الى هذه المواقع المتقدمه الجبهات المقدمه لنبارك لابطال الجيش الوطني بمناسبه اعياد الوحده وبمناسبه رمضان وشهر رمضان الكريم وكذلك ايضا للاطلاع على سير المعارك وانتصارات الجيش ونقلها اليكم انتم ايها المشاهدون كما تشاهدون ابطال الجيش الوطني متواجدين صنعاء على مرمى حجر منا ونحن باذن الله قريبون جدا. أقدم آه مقدم عبد المحسن كيف معنويات جنودك؟ والله المعنوية عالية ومنتظرين آه الإشارة من القيادة طبعا آه الكتيبة مكونة من أبطال نهم ومن الجبهة أبطال الجبهة, الجبهة, الجبهة كاملة والناس الآن في أهب الاستعداد ومنتظرين التوجيهات وساعة الصفر قريبة ونوعد نوعد شعبنا المظلوم شعبنا الصابر المكادح الذي يعاني الان من اهانه الحوثي ويعاني من 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 استعماره ومن يعاني من اذلال اذلال الحوثي نوعده بحريه قريبه قادمه وحريه ترفع راسه وتخليه الشعب يمني حر كما هو معهود من عهد رسول الله ونعده بانتصارات حاسمه باذن الله ترفع راسه وترفع راس اليمني والجيش الوطني كامل بقيه الاشياء ما تفاصيلها أيذكرها الميدان وهذا ما عاد عندي و ايش رسالتك للمنفقي؟ رسالتي لمشايخنا وعقالنا ايوه ايوه يسارعوا يسارعوا الى الانضمام للجيش الوطني يسارعوا الى الى الالتحاق لا يركنوا الى ايران ولا يركنوا الى الحوثي الحوثي بيستعملهم الان مثل الكرت يشطبه ويعبي الرصيد ويرجم وأكبر دليل معاكم كنا موجود وكلنا عانينا من الحوثي وكلنا كان نقول انه بايقع من الناس خراط والله انه ما بلا يستعملك ويستفيد منك ويرجمك ويرجعك غريم ويرجعك حوثي ويرجعك عني مرتزق ويشمت بك فالنصيحه يسارعوا احنا اخوانهم الله أكبر. وصدورنا واسعه لهم لكن من ابى فانما يابي على نفسه ومن من عصى على نفسه والقادم افضل بالدم <صفيق> <applause> لفتيك يا يمن، بنروح بالدم لفتيك يا يمن، بنروح بالدم لفتيك يا يمن، بنروح يا يمن، بنروح بالدم لفتيك يا يمن حب من حزامي والبنات تسوقه بكر من رافضه من جعبة والحزام من حزامي صامت في عروقه والنبي وال بيته والصحابه الكرام من غزاله من عرفت شكل الباروك وقت الخرام من السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في أجواء رمضان ونحن في هذه الأمسية الجميلة مع أبطال كتيبة الشدادي في في جبهة الميسرة في نهم في محور الميسرة مشاهدينا كما تشاهدون الآن في الصورة طبعا ربما الجميع تسأل هل نحن في جبهة الإضاءة القوية والخيمة الجميلة واللمة الكبيرة ولكن هي المعنويات الكبيرة وهي المعنويات المرتفعة لدى أبطال الجيش الوطني آه طبعا آمنون آه مستمتعون يعرفون أن العدو ضعيف جدا جدا ولا يمكن أن يحدث شيء طبعا المواقع المتقدمة والمتارس المتقدمة فيها الأبطال ونحن هنا فضلنا ان نكون مع هذه الوجوه المتوضئه في هذا في هذه الليله الرمضانيه الجميله وهي ليله انتصارات، طبعا بالامس كان هناك هجوم شديد قام به هؤلاء الابطال ابطال الجيش الوطني يتحينون الفرصه للانقضاض ايضا على الميليشيات وعلى مواقعها فيما يشبه حرب العصابات الانقضاض والاستهلاك وكذلك آه الاستنزاف الكبير للميليشيات الانقلابيه في هذه الجبهه. آه طبعا احنا حبينا نبتعد عن الرسميات في هذه الجلسه وتكون نوعا ما يعني تعارف مع الشباب مع الابطال ويكون فيها آه الشعر. طبعا اغلب الحاضرين من ابناء نهم ونهم تشتهر بالزوامل والشعر والقصائد الجميله. آه يعني مع الان معي طبعا ضيف الشرف في هذه الحلقه. العقيد زيد آه معصار رئيس آه عمليات قوات الامن الخاصه ويعني يشرفنا في المواقع طبعا بلاده ولابد ان يحضر يشارك مع ابطال بلاده وكلما يعني استعدعي الوقت نراه في الجبهة في قدم الصفوف ينسى عمله في الأمن الخاص قوة الأمن الخاصة ويأتي إلى الجبهة ليشارك الأبطال شرف الجهاد وشرف البطولة والتضحية من أجل تحرير الأرض والعرض هنا طبعاً أبنائهم يقاتلون يعني من اجل دولتهم ودينهم وارضهم ومالهم وعرضهم. هنا اجتمعت الكليات الخمس كلها في هذا المكان، نحن نقاتل من اجل ان نعود الى بيوتنا والى ديارنا والى ارضنا التي شردنا منها وابعدنا عنها قصرا عنا. آه الميليشيات الانقلابيه باذن الله آه ستنتهي. مهما طال امدها ستنتهي ولن يكون لها مقام آه موجود في اليمن كما سمعنا من ذاك الاسير الذي تكلم عنه قائد آه المحور يعرفون اننا سنصل وسنعود الى ارضنا وبيوتنا واهلنا ومن ثم ستكون خاتمتهم وخيمه جدا جدا الا من انضم الى الجيش الوطني الا من التحق بالصفوف الشرعيه في هذا قبل ان يفوت الاوان. العقيد عبد المحسن معصار قائد الكتيبه طبعا شاعر ومفوه ومن ابنائهم طبعا يعني انا اريد شعورك اول حاجه وانت الان تشوف بيتك امامك وما تستطيع توصل اليه. بسم الله الرحمن الرحيم ننتهز الفرصه اولا ان نهنى ونبارك للأخ الاخ العقيد يحيى الحاتمي بمناسبه حلو شهر رمضان المبارك وكذلك عيد الوحده 22 من مايو وكذلك نادي التهاني والتبريكات الى فخامه الرئيس عبد الرب منصور هادي قائد القوات المسلحه ونائبها الفريق الركن علي محسن صالح وقياده وزاره الدفاع وقياده المنطقه العسكريه السابعه وقياده اللواء وانهنى الشعب اليمني كذلك بالشهر الكريم وبالعيد الوحده. أه والله بالنسبه لسؤالك الشعور، شعوري والله شعور المحروم المحروم من, من, من امه. ارضي وبيتي وحقي ما قدرش اوصله وانا بصره بعيني. لكن لن تطول هذا الانتظار ولن ولن يطول هذا الشوق ولن يطول هذا العناء الذي نعانيه، نوعدكم وعد شرف. وعد شرف يسمعه القاصي والداني. اللي يظن احنا عن من بلادنا مشردين طول عمره هذا واهم و... ندخل في صور بليس لا ما دخلناش بصور جيش يمني وبلادنا بلادنا انا ضحي حقي وبيتي وارضي وبلادي انا ادخلها يا ابو حلا يا ابو صميل وصاحبي اخبر بنفسه هل تظن ان ان صاحبك له قوه او عند له قيمه فينا ما صاحب صعدك تضيعه بالنسبه لاصحابنا انا اعتبرهم الان مضطهدين تحت الاقامه الجبريه ولو ما افصحوش عنها تحت الرحمه تحت ظلال السيوف تحت الاهانه عايشين عيشه انا متاكد انهم يتمنوا يتمنوا وهم على الارض لانه ما عاد يقدر يتصل ما عاد يقدر يتكلم ما عاد يقدر يحضر اجتماع الا بعد ما يستاذن من المشرف الذي ما كانش نقبله يتحدث لا بميعاد قبلي ما نقبل يتحدث ولا يحضر معنا ميعاد الان مشرف وعلى مستوى والله كانوا مشايخ وصوت وصوله وجوله طبعا لهم. وجهاء القوم عندنا اللي كانوا وجهاء القوم والان هم تابعه مرافقين فوق البوادي فوق مثل الرايق عمداد يدوا ويشتروا يعني رجعوا في الحضيض وهذا يعزفنا جدا ونقول لهم شدوا الهمم ونحن معاكم تكلموا افصحوا شغلوا بناتكم الذي كان يشغلوها على اخوانكم فيما بين في الحروب القبليه شغلوها على العدو الحقيقي ودمروا واحنا في اقرب فرصه يعني اذا قد شفنا الاشاره بتشوف الجيش الوطني حاضر ليل نهار فجر ظهر عصر اي وقت بتشوفه موجود وبين ايديكم وبسلاح وبعده وبرجال يحبون الموت يحبون الشهاده مثل ما يحب الحوثي اذلال الشعب يحبون الشهاده مثل ما يحب الحوثي اذلالكم يحبون الشهاده مثل ما يحب الحوثي انه يركع المشايخ رجال صادقين يتمنوا يأكلوا من اكباد هؤلاء الناس الكهنوتيين الظلمه الدكتاتورين اللي لا يعرفون الا كلمات السيد لا عاد يذكر لا رسول الله ولا اصحابه ولا يذكر لا السيد قال السيد قال السيء وانا اقول انه سيء والله ما عدرينا يوم ابيض الشعب كامل من يوم ما ظهر السيء هذا ابن السيئ باذن الله نوقع اسير بين ايدينا نرويكم كيف السيئ هذا آه باذن الله الفندم الجيد طبعا آه الضيف المشارك في هذه الجبهه لا شيء بس زيد يعني انت يعني صورك للجبهه لا هنا يجب آه ان تستشرك هواء الحريه آه وانا لك شرف ايضا المواجهات انك شاركت وسجلت تاريخ نفسك انت موجود الجالسين في في البيوت والجالسين في الفنادق والجالسين تحت المكيفات وهؤلاء الابطال هذه الوجوه كلها في قدمت الصفوف تضحي بارواحها تقدم الغالي والنفيس ما هي كلمتك لهم هؤلاء الناس بسم الله الرحمن الرحيم اولا نقدم الشكر لاخواننا الاشقاء التحالف بما يقدموه لنا من دعم لدعم الجبهات ورفد الجبهات بالاسلحه بالذخائر بالدعم المادي وال التهنئة أيضا للزعيم لزعيم اليمن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وأيضا نقدم التهنئة للنايب والقياده المقاومة وقادة الشرعية اليمن ثانيا من شأن الحرية عبق الحرية هنا يختلف يختلف باختلاف كثير عن ما يجدوه الناس الذي جالسين في في المجمع أو ما يجدوه الناس جالسين في في بيوتهم عبق الحرية هنا موجود بنشوة ونخوة لا لا الا من من ذاقها واوجه رسالتي لاخواني الجالسين في البيوت والقاعدين في البيوت او في المجمع بان يتجهوا وان يشجعوا من هم في الجبهات وفي الخطوط الاماميه وان يكونوا معهم بالقلب بالعمل بالدعم بالدعاء باي وسيله كانت يستطيع ان يقوموا بها فلا يتاخروا ولا يبخلوا عليها الاخوان المجاهدين المرابطين. ثالثا نوجه رساله لاخواننا اللي في اللي في, في اصحاب البلاد اصحاب البلاد اللي هم جالسين على دقتهم الاوله وما قد عرفوا الحوثي نسال من الله ان يهديهم الى الحق الى ما قد عرفوا الحق ولكن الحق قد واضح قد واضح قبل فوات الاوان قبل فوات الاوان لانه الملاحق قد يتعب فنرجو منهم ان يفهموا وان يتجهوا ويلتحقوا بركب الشرعيه وقافله الشرعيه وان يلتحقوا بالشرعيه وبالجيش وبالوطن ويلتحقوا بالرجال الذين همهم الوطن لا يهمهم لا مناصب ولا تقديس اشخاص همهم وطن وهمهم دينهم واعراضهم ونقول لاخوانهم الذي فرطوا فيهم لاخواننا الذي فرطوا فينا سترجع او ت... الكره ستنتقل الى اصحابها او وتنتقل الى لاعبيها و... وانهم سوف يلقوا ما لاقوه او ما عرضوا الناس اليه وهذا ما نقدمه لكم شكرا آه شكرا لل... للعقيد زيد معصار آه طبعا انا الان دق صوت الجرس في قبيلتنا ما والجيد حاس والذليل انتكس ظل نفسه ودنهس وعايش بين ربع خاسس بين ربع خسيس, خسيس نهمي يا نار الهز ومن عداش حرام ما نخس يقطعون النفس معركة طاحنا للحرز والحوثيين والرئيس حوثيين والرئيس <تصفيق> وسلامتكم يا سماوات وتشهد يا الأرض نشهد يا قمر يا شمس كوني على نشاهد ما خضعنا للعدو والجبان المعتدي لا حشد خلف جميع النفس الحاقدة خبرهن ان المراد والهدف المقصدي ما نخلي فوق عصابه فاسده في سبيل الله يا نفس لا تترددي يا نعيش حراره والله فما في بش فايده وان حميت ما نهجش وانا ماشي وشهادة ما تجي غير مرة واحدة نعم صح, صح الله لسانك عرف القائل محمد علي مرعي الزفري معنا أيضا عمليات الكتيبة الثانية في اللواء 125 السادسة عفوا عمل على عم الكتيبة السادسة في اللواء 125 أنا أقول كلمة واحدة يعني لهؤلاء الروافض أنه نحن لا نتكلم كثيرا ولكن لنا إذا أتتنا الأوامر من القيادة فس... فسنأتي إلى وسط متارسهم لنقتلعهم اقتلاع وسنطهر كل شبر دنسوه في أرض اليمن وشكرا الارض لو ترتج وتتفجر براكين كل فج والنار تتوهج موج البحر في الساحل يهيج ما به لنا مخرج ولا تفتك كربه بالفرج واحنا بنتفرج على الحوثي يسوي له ضجيج ونستمع ايضا يعني عمليات الكتيبه قرحت القريحه الان والشدي جامل تفضل في بلاد العرادة يا من بيده ما هو واعد عاشقين الشهاده تلب الصوت دايم لها عاده تحمي يدي إنا والعرض والرحمن بنفى وقاها شاهد مرحبا من حزامي والبناتك تسوقه بكره

ونعيد التهنئة لفخامة ملك ملوك العرب الجزيرة العربية الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده محمد بن سلمان وجميع قيادة التحالف ونعيد التهنئة للأخ العقيد العازمي الله يحفظه لزيارة هذا لنا أعظم من ما تعززنا المنطقة ب40 كادوشة و40 هوزر الله <applause> أكبر آه مشاهدينا طبعا هذه المعلومات من دفعه آه احنا الان في في في, في 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 اهم جبهه في جبهه من اهم جبهات المواجهه بيننا نحن والميليشيات الانقلابيه. نحن في هذا السمر طبعا لن نطيل لن نطيل عليكم ولن نطيل بقائنا في هذه في, في هذه المتارس حيث نحن في جبهه مواجهه والشباب معهم عمل شويه تمام ان شاء الله يعني ما يجي الصبح الله والاخبار الطيبه قد وصلتكم. من هؤلاء الأبطال هؤلاء حمران العيون آه الذين آه طبعا هؤلاء سيسجل التاريخ اسمهم فردا فردا في أنصع صفحاته بأنهم من حضروا وقاتلوا وشرفوا أنفسهم وطهروا بلادهم بأن كان لهم الشرف اختصهم الله طبعا اختصهم الله من وصل إلى هنا فالله سبحانه وتعالى يحبه واختصه بفضله ومنه أن وصل إلى هذه المتارس وقاتل وشارك وساهم بالقتال وتطهير البلاد سنطهر بلادنا بسواعد هؤلاء الاحرار جميعا وامثالهم ومن لم نتوصل اليهم في المتارس الاولى فليعذروني طبعا ظروف رمضان وظروف الليل يصعب علينا الوصول الى المتارس المتقدمه جادة ولكن نعدهم بان نصل اليهم في الحلقات القادمه تحياتي وشكري شكر فريق طاقم البرنامج آه كل آه المعدين والمخرجين والمصورين الحاضرين معي في هذه الحلقة الشكر الجزيل لهؤلاء الأبطال لهؤلاء الوجوه المتوضئة الوجوه النيرة هؤلاء السواعد القوية الأبطال المرابطين الصامدون الصامدون المرابطون المثابرون في جبهات الشرف والبطولة والعزة والكرامة هم هؤلاء الأبطال الذين نقبل الأرض تحت أقدامهم والذين يستحقون أن نقبلهم فردا فردا في رؤوسهم وجباههم لانهم صامدون في هذه الاوقات العصيبه بينما امثالهم وغيرهم كثير ما جالوا في الفنادق والبيوت تحت المكيفات. الشكر الجزيل لهؤلاء الابطال لا يسعني الا ان ارفع يدي تحيه لكم ايها الابطال وشكرا جزيلا لاستضافتكم وشكرا لوقتكم الثمين